رمية 16. أوصيكوا على أختنا فيبي اللي هي خادمة الكنيسة اللي في كنخارية، عشان تقبلوها في الرب زي ما يستاهل القديسين، وتقوموا لها بأي حاجة تحتاجها منكو، لأنها بقت مساعدة لناس كتير ولي أنا كمان. سلموا على بريسكيلا وأكيلا اللي بيشتغلوا معي في المسيح يسوع، اللي حطوا رقبتهم عشان خاطر حياتي، اللي مش أنا لوحدي بشكرهم لكن كمان كل كنايس الشعوب التانية. وعلى الكنيسة اللي ببيتهم سلموا على أبنتوس حبيبي اللي هو أول واحد في أخائية للمسيح. سلموا على مريم اللي تعبت عشان خاطرنا كتير. سلموا على أندرونيكوس ويونياس قريبي اللي تأثروا معايا، اللي هم مشهورين بين الرسل وكانوا في المسيح قبلي. سلموا على إمبلياس حبيبي في الرب. سلموا على أوربانوس اللي بيشتغل معانا في المسيح، وعلى إستاخس حبيبي. سلموا على أبولوس اللي أكد ثباته في المسيح. سلموا على اللي هم من أهل أرستوبولوس. سلموا على هيروديون قريبي. سلموا على اللي هم من أهل ناركيسوس اللي هم في الرب. سلموا على تريفينا وتريفوسا اللي تعبانين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة اللي تعبت كتير في الرب. سلموا على روفوس اللي تم اختياره في الرب، وعلى أمه اللي هي أمي. سلموا على أسينكريتس، فليغون، هيرماس، بيتروباس وهرميس، وعلى الإخوة اللي معهم. سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيروس وأخته وأولومبس، وعلى كل القديسين اللي معهم. سلموا على بعض ببوسة مقدسة. كنايس المسيح بتسلم عليكم، وبطلب منكم يا إخوة تلاحظوا اللي بيعملوا الانقسامات وأحجار الوقوع على خلاف التعليم اللي تعلمتوه، وبعيدوا عنهم، لأن اللي زي دول ما بيخدموش ربنا يسوع المسيح، لكن بطنهم وبالكلام الكويس والكلمات الحلوة بيخدعوا قلوب سلام النية، لأن طاعتكم انتشرت عند الكل. فافرح أنا بيكو، وعايز تبقوا حكمة في الخير وبسطة في الشر، وإله السلام حيدهس الشيطان تحت رجليكو بسرعة. نعمة ربنا يسوع المسيح معاكو، أمين. بيسلم عليكم تيموساوس اللي بيشتغل معايا، ولوكيوس وياسون وسوسي باتروس قرايبي. انا تيركيوس اللي بكتب الرساله دي بسلم عليكم في الرب. بيسلم عليكم غايس اللي مضيفني وبيضيف الكنيسه كلها. بيسلم عليكم ارستوس امين صندوق المدينه، وكوارتس الاخ. نعمه ربنا يسوع المسيح معاكم كلكم، امين. والمجد للي يقدر يثبتكم حسب انجيلي، والبشاره بيسوع المسيح حسب اعلان السر اللي كان مكتوم في الاوقات اللي ملهاش بدايه، ولكن ظهر دلوقتي وتعرفت عليه كل الشعوب التانيه من خلال الكتابات النبويه حسب امر الاله اللي ملوش بدايه لاجل طاعه الايمان. لله الحكيم لوحده المجد من غير نهايه بيسوع المسيح، امين. اتكتبت لاهل روميا من كورنثوس على ايد فيبي الخادمه بتاع كنيسه كنخريه.